مشاهدينا اهلا بكم في برنامج حديث الصحافة في جولة لأبرز العناوين وكذا المواضيع التي جاءت في الصحافة الوطنية وكذا الدولية. مشاهدينا الآن بالصحافة الوطنية، البداية تكون أمر بالقبض الدولي ضد خالد نزار ونجله لطفي، هذا ما تحدثت عنه جريدة النهار في عددها اليوم. وجاء في المقال أنه أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة أوامر بالقبض الدولية في حق كل من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب فريد بن حميدن صاحب مؤسسة صيدلانية بتهمة التآمر على الجيش الشعبي الوطني وكذا المساس بالنظام العام. وكشفت التحقيقات في قضية السعيد تواطؤ نزار ونجله في قضية التآمر. في موضوع آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أنه تم توقيف 6 متورطين أو 6 أشخاص بتهمة الحرق العمدي للغابات عبر مختلف مناطق الوطن خلال الأيام القليلة الفارطة، وتم تحويل العناصر المقبوض عليها على العدالة مع إيداع 2 منهم الحبس. دائما مع أبرز عناوين النهار، جاء كذلك في أحد مقالاتها اليوم أنه سيستفيد الشباب أو شباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج من صفقات صيانة أسقف العمارات القديمة، وسيعلن عنها مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك مقابل الدفع المالي الفوري للمشاريع التي ينجزونها والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون سنتيم. وسيتم أيضا توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في الأحياء السكنية كمسيرين. وتقرؤون أيضا بلدية وادي الصاورة ببشار على صفيح ساخن جراء انقطاعات الكهرباء، وقال صاحب المقال أنه في وقت تعرف فيه الحرارة ارتفاعا قياسيا يعيش سكان بلدية وادي الصاورة على هاجس الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خصوصا مع الزوال إلى غاية 4 مساء حسب شهادات سكان بلدية كرزاز الذين لم تشفع لهم احتجاجاتهم قبل أسبوع، الأمر الذي فرض عليهم حتمية اللجوء إلى قطع الطريق الوطني أول أمس مستعملين الحجارة والعجلات المطاطية أمام حركة مرور المركبات. جريدة الخبر عنونت: كريم يونس يجدد دعوة السلطات لاتخاذ إجراءات التهدئة. وحسب المقال فقد أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أمس الثلاثاء أن الحوار لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان، مجددا الحديث عن إجراءات التهدئة على رأسها إطلاق سراح المعتقلين ورحيل حكومة بدوي التي قالت الهيئة في وقت سابق أنها تجاوزتها. مبادرة جمع جلود الأضاحي تسقط في الماء، هذا ما تحدثت عنه جريدة وقت الجزائر والتي قالت أن وزارة الصناعة والمناجم تخلت عن مشروع جمع جلود الأضاحي رغم أنها وضعت في مارس الماضي خطة لجمع 2.5 مليون جلد عبر 48 ولاية، وهو ما يضمن عائدات تقدر بحوالي 5.4 مليون دولار، خاصة وأن هذه المبادرة مكنت من توفير 900 ألف جلد للأضاحي عبر 6 ولايات نموذجية و400 طن من الصوف خلال عيد الأضحى للعام الماضي، وهي ثروة يمكن الاستفادة منها طبعا وإدخال مداخيل للخزينة. جريدة المحور اليوم عنونت: منحة العيد تلهب الفيسبوك وتتسبب في فتنة بين عمال مختلف الأسلاك. وجاء في تفاصيل المقال بأنه فجرت منحة العيد الأضحى المبارك مواقع التواصل الاجتماعي إذ تراوحت التعليقات بين السخط والتهكم، خاصة بعد انتشار خبر استفادة عمال نفطال من منحة العيد قدرت ب8 ملايين سنتيم وعمال البريد والمواصلات من 5 ملايين سنتيم، في حين أن هناك مؤسسات أخرى حرمت موظفيها من هذه المنحة، ما يوضح وجود فروقات بين مؤسسة وأخرى هكذا تقول الجريدة. طوابير بمراكز البريد لسحب الأموال. وحسب جريدة البلاد فإن مراكز البريد تعرف اكتظاظا غير مسبوق وطوابير لا متناهية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على سحب أموالهم عشية عيد الأضحى المبارك الذي لا تفصلون عنه سوى 4 أيام، ويسارع أرباب الأسر والمتقاعدين
إلى سحب رواتبهم من أجل التوجه لشراء الأضاحي واقتناء ما يلزم تمهيدا للمناسبة الدينية، حيث شهدت مختلف نقاط السحب بأغلب ولايات الوطن لا سيما الكبرى طوابير لا متناهية. المشهد نفسه عرفته آلات السحب الإلكتروني وفي عدة ولايات. أعلنت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب جريدة الموعد اليومي عن انطلاق عملية التسجيل للالتحاق بالتكوين العالي في الشبه الطبي والقابلات على مستوى المعاهد من 25 من شهر أوت الجاري. ووفق المعلومات التي صدرت عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن الأولوية في التسجيل هي للناجحين الجدد في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2019. الجزائر في المرتبة 94 ضمن أقوى جوازات السفر، وهذا ما تقرأونه على صفحات جريدة الرائد. وحسب المقال، فقد وضع مؤشر هينلي تصنيف الأقوى جوازات السفر في العالم بعد أن أصدر دراسة عن عدد الدول التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة. وبالنسبة للجزائر، وضع المؤشر 50 دولة يمكن للجزائريين السفر إليها من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. وعلى سبيل المثال، لا يحتاج الجزائريون إلى تأشيرة للسفر إلى هونغ كونغ أو ماليزيا أو الإكوادور، ويمكنهم دخول عدة بلدان بتأشيرة عند الوصول مثل جزر المالديف، الرأس الأخضر، السيشل ولبنان، وهو ما جعل جواز السفر في المرتبة 94. إلى جريدة الناطقة باللغة الفرنسية، لوريزون قالت سيقوم تسخير قرابة 94 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى، وهو ما كشف عنه وزير التجارة سعيد جلاب، وذلك لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بمرافقة المواطنين لتحديد المحلات وكذا المخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني. بن فليس يدعو إلى الحوار لتجاوز الخلافات، هكذا عنونت لوسوار دالجيري التي قالت بأن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس دعا إلى تجاوز جميع الخلافات، أو دعا الجميع إلى تجاوز الخلافات السياسية من أجل إيجاد مخرج لأزمة الجزائر، مشيرا إلى أن الساحة السياسية تشهد ثراء في المبادرات والخطوات عبر مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية. مشاهدينا، الآن نمر إلى أخبار المواقع، والبداية بموقع النهار أونلاين الذي تحدث عن وفاة 141 غريق منذ بداية موسم الاصطياف الحالي على مستوى الشواطئ والمسطحات المائية وفق إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تخص أغلب الحالات القُصّر الأطفال الصغار، كما ترجع أسباب غرق أكثر من 99% لعدم احترام تعليمات السلامة والأمن. موقع الجيفانتكات قال بأن الجزائر أعربت عن إدانتها القوية للاعتداء الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام بالقاهرة مساء يوم الأحد 4 أوت 2019، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، والذي جاء فيه أن الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا ومتمنية للشفاء العاجل للمصابين من الأشقاء المصريين. مشاهدينا، نمر إلى أبرز عناوين الصحافة الدولية، والبداية بجريدة العربي التي تحدثت اليوم وفي الشأن التونسي قالت بأن مجلس شورى حركة النهضة قرر ترشيح نائب رئيس الحركة أو نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو صاحب 71 عاما للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف سبتمبر القادم. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في صفحته على الفيسبوك إن مجلس شورى حركة النهضة يصوت بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية. ذا غارديان عنونت، عضوة الكونغرس فيرونيكا إسكوبار قالت أن دونالد ترامب غير مرحبا به هنا، ويأتي هذا حسب المقال قبل يوم واحد من تعيين الرئيس لزيارة حدود المدينة التي ما زالت تعاني من واحدة من أعنف عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة
الحديث الأمم المتحدة الحديث في تكساس وأوهايو الذي خلف 29 قتيلا. الصين ترد على ترامب وتشعل حرب العملات، هذا ما تحدثت عنه جريدة لوفيغارو بقولها أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي بدأت بالرسوم تدريجيا تحولت إلى حرب عملات وربما لا تنتهي بحرب باردة بين واشنطن وبكين. ورغم أن بكين قالت أن الين ينخفض بناء على عوامل السوق العرض والطلب، بينما اعتبر بعض المحللين أنه رد على إعلان ترامب الأخير بتخفيض هذه العملة. مشاهدين الآن نمر إلى فيديو اليوم يتضمن رجلا عربي مربي مواشي يرتدي قشابية ويضع على رأسه عمامة بمناسبة العيد، أخذ ما يملك للسوق من أجل بيعها بمناسبة عيد الأضحى. العجب ليس هنا، رغم أننا لا نعرف المكان الذي صور به هذا الفيديو، وهل هو رجل جزائري أم تونسي أم مغربي، لكن حسب اللباس هو من المغرب العربي. لكن المشاهد أو ما يثير عجب المشاهد هو طريقة نقلهم إلى السوق، وكانت بهذه الكفية على متن سيارة قيل بأنها من نوع أرديزويت، وأنزل المواشي تباعا وكان عددهم حوالي 16 أو أكثر على متن سيارة واحدة، وهي الطريقة التي تعجب لها الكثير. نتابع الفيديو. إذن هو فيديو ربما فيه نوع من الإثارة، حوالي 16 أضحية على متن سيارة واحدة ربما من أجل الحصول على الفائدة. بإمكانك أن تستعمل أي شيء وبأي طريقة، خاصة ما نراه في شوارع البلدان العربية بالتزامن مع العيد. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم الصحفي والتقني العامل معي، دمتم في رعاية الله.